مكتوبة، من الإنتاج المكتوب إلى إنتاج مسموع. وقد اشتغلت منذ قرابة 5 سنوات مع تقريبا 20 بنت في إطار كورال موسيقي، ألفنا لهم عديد الأناشيد والأغاني التربوية والتعليمية والتثقيفية التي تؤكد وتدعم وتعلمهم القيم العليا والأخلاق العربية والإسلامية وخاصة اللغة العربية. لأن أبناءنا بصفة عامة يأتون إلى مدارسنا العربية وهم فرنسيو اللغة واللسان، فلا يستطيعون حتى نطق بعض الكلمات أو الحروف أو التراكيب والتعابير، خاصة أنهم كذلك المدرسة الفرنسية مثلا والمدارس الغربية بصفة عامة يفتقدون إلى هذا النوع من المعاني التربوية بصفة خاصة. فكتبنا عديد الأناشيد والأغاني التي تتحدث عن الإيمان بالله، التي تربي الأبناء على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كذلك محبة الوطن وبر الوالدين واحترام الجار وخدمة الناس، وتدعو إلى التألق الدراسي وحسن الخلق إلى آخره من هذه القيم، وخاصة على نشر السلام واحترام الآخر. لعل من أحسن ما تغنينا به في كورال المستقبل هذه الصيحة الحماسية المنادية أن حسنوا أخلاقكم وانشروا السلام. من أجل ذلك اخترنا أن نعيش إسلاما جامعا بين الدين والدنيا، حيث يقف الترفيه عبر الموسيقى والتمثيل والرياضة بجانب الصلاة والصيام والإيمان، حرصا على التوازن النفسي وسعادة الدنيا والآخرة. فهيا يا أطفال صلوا على النبي عليه السلام. البصري أضفنا فكرة حصة تلفزية بعنوان العب وتعلم، هدفها تعليم اللغتين العربية والفرنسية عن طريق الألعاب والتنشيط والموسيقى والتمثيل والبراعة والمسابقات إلى آخره. هذا ما نسميه الحقيبة التعليمية والتربوية لمعهد المستقبل بباريس، وكلها تتضمن العنوان العام وهو العربية الشاملة. أنا طفل سعيد طموحي بعيد، هوايات الجيدو والعاب الفيديو والعاب الفيديو. Tu vas voir, je te défie que je vais bien réussir. D'accord, vas-y, participe. طيب شارك الآن، ولكن أنا أتحداك أن تفوزي في اللعبة، فأنت تلعبين مع الكبار. Tu as oublié quelque chose, Saoussen, de me présenter aux élèves et surtout aux téléspectateurs. حسنا، عرفي بنفسك للسادة المشاهدين وللتلاميذ كذلك. تفضلي. Merci, Saoussen. لكن بشرط يا لوجين أن تقولي بالعربية وبالفرنسية في نفس الوقت. شكرا. تفضلي. Je m'appelle Lujain. J'ai 6 ans. Oumouri, c'est 7 ans. Je suis en CP. بالعربية أدرس في السنة الأولى ابتدائي. J'habite et je suis née à la capitale des Lumières, Paris. Attends, Lujain. T'habites où? Est-ce que nous fions à Cibatanou, Paris?